كنت لما اطلع على السطح اطلع حالي اطلع على تحت واتخيل انه ليش ما اعملها. طيب بكون ماشي بالشارع بحس انه السياره هاي لازم لا يعني نفسي اني ارمي حالي قدام السياره هاي بس مو قادر. ضغط أسري كبير، أول طالب جامعي بالعيلة، فما بالك أنه كمان طبيب، والخوف من الفشل. أقساطي الجامعية كانت غالية جدا، وأبويا كان يتدين عشان يدفع لي إياهم. كنت كثير أسمع كلمات كلاجئ وارجع على بلدك وهسه بنرميك على حدود. كنت بعلاقة عاطفية جدا جدا سيئة، استنزفتني بطريقة لا توصف. كنت وحيد صراحة، ما كان في عندي الصديق اللي بقدر أحكي له كل إشي ويفهمني. كانوا كلهم يفكروني بمثل أو بتدلع أو دراما. شعري بلش يهر، صار عندي قلق شديد جدا، بطلت أعرف أنام، أكلي صار سيء جدا، مزاجي دائما حزين، بنام 24 ساعة. كنت أصلي، كنت أقرأ قرآن، بس في إشي مش قادر يطلع مني، في فكرة مش راضية تروح مني. خمسة ثمانية 2018 كلمت طبيبة بتدرسني وقلت لها بدي احجز جلسة عندك، جلسة علاج، لأني أنا مليت من الموضوع هذا، تعبت. بعد سنة، بعد ما تعافيت، بعد 12 جلسة، كمية أدوية، بقدر أحكي لك إنه صراحة أنا إنسان تغيرت 100%. وأنا بحبها جدا جدا جدا، خلتني أحب نفسي وخلتني أقدر ذاتي. الإنسان لازم يحب نفسه أولا ويفهم نفسه، قدراته، مميزاته، شو اللي بنقصه، شو اللي بيكمله، عشان يقدر يحب الشخص الآخر.